السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الناس ديال كازا وديال المحمديه تحط طلبات ديالكم كثير ان شاء الله. انا غنعاود نرجع للسونتر بن عمر ان شاء الله الخميس الجاي، الخميس والجمعه والسبت 25 و26 و27 ان شاء الله باذن الله. غنجيب لكم مملحات، نجيب لكم السلوج، نجيب لكم شباكيه ان شاء الله باذن الله. مرحبا بكم كاملين. غادي نحاول نكون ان شاء الله باذن الله مع ديك 12 ونص. الا تعطلت واحد ربع ساعه غير تسناوني ان شاء الله. مرحبا بكم كاملين، يعني في ابتداء من الاسبوع المقبل ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا غتشوفوا معايا بزاف الحشوات ديال غير الدجاج، كيفاش غادي نصايبوهم شي حاجه اللي روعه ان شاء الله. وتشوفوا معايا واحد وي المقطع كيف ما قلت لكم ان شاء الله. غتشوفوا معايا في هذا الفيديو هذا يعني حشوه غادي تكون زوينه بزاف، اللي غتكون ميكس، وغتشوفوها مخدومه بالطريقه ديالي غير الدجاج ان شاء الله باذن الله. يا ربي الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش من لايك، ومرحبا بكم معايا. وهادو هما البسيطات ديال الدجاج اللي غادي نشاركهم معكم اليوم ان شاء الله مالحين، وان شاء الله باذن الله. هذه الحشوه هذه يعني اول مره غادي نحطها معكم. نتمنى انكم تتبعوا الوصفه من الاول حتى الاخير. وهاد البريوات ديال الدجاج هما اللي كندير عندي في المخبزه، ولكن مره اخرى ان شاء الله ونشاركوا معكم حتى هما. كيجيو بالدجاج والزيتون كيجي مذاق رائع. يلا بسم الله نبداو الفيديو ديالنا. المهم هنايا خدينا جوج ديال الدجاجات من فئه 2 و300 غرام، الاقل يكون الدجاج شويه كبير، يعني ماشي كبير بزاف شارف، لا الدجاج يعني يكون كبير باش هكا منين تتسلقوه تيبقى ليكم فيه يعني فيه ما يدار. الا خديتوه صغير غادي يطيب لكم دغيا، غيجيكم فرتيت ما غايجيش زوين. فمن الاحسن خذوا الدجاج يكون شويه يعني فيه الهبره. نخليوه بالجلده ديالو وكيغسلوه البنات مزيان بالحامض بالخل، عفوا بالحامض وبالملحه وبالسكنجبير، وكنخليوه بالجلده ديالو باش ديك الجلده كتطلق لينا حتى هي ليدام. هنا غادي تشوفوا معايا غادي نسلقوه مع القشور ديال القمرون ديال الكروفيت الا كانوا متوفرين. ما كانوش متوفرين انا غادي نقول لكم ان شاء الله باش تعوضوهم. المهم غادي ندوزو باش نسلقو الدجاج ديالنا. درت دروس ديال الثومه، درت داك القشور ديال الكروفيت، ودرت الا ما عندكمش قشور الكروفيت غادي تعوضوهم بالتوابل ديال السمك او البسطيله ديال السمك، ودرت حتى شويه ديال لاصوص الصوجا، وغادي نديرو حتى قشور ديال الحامض. صافي غادي نديروه يتسلق، ومن بعد غادي نحيدوه ونصفيوه وندوزو ديك الساعات باش يعني نقطعوه. صافي ها نتوما شفتوا دابا الدجاج ها هو طاب لينا. صافي كنحاولوا حتى كيبرد لينا شويه. هاد الطريقه هادي منين كنديروها للدجاج ديالنا، ملي كنبغيو نديرو حشوه ديال البسطيل اللي كتكون ميكس يعني مخلطه مع الكروفيت، ثقوا بيا احسن طريقه هي هادي. لاننا ملي كنسلقوا الدجاج فحنايا كنحيدوا منه حتى داك يعني داك الزفوريه اللي كتكون فيه وداك المذاق المجهد ديالو، ومنين اي حاجه عطيناها ليه فهو اوتوماتيكمون كيهزها. وبالنسبه للمقادير ان شاء الله غتشوفوا معايا التوابل عندي تما: فلفل اسود، ابزار، عندي كمون، عندي ملحه ما نكثروش منها بزاف. بالنسبه للكمون راه ضروري غادي نديرو في هاد البسيطلات هادو، لانه كنعرفوا بان الكمون هو اللي كيبلل لنا بساط الحوت، ولا كيعطينا داك بان راه مستعملين الحوت. هنايا عندي تما الثومه محكوكه، عندي هنايا عصير ديال الحامضه ولا حامضه ونص على حسب الكميه اللي حنا مستعملين، عندي قزبر معدنوس، وعندي هنايا الهريسه، عندي هنايا الحامض مرقد مقطع قطع صغيره. بالنسبه للقزبر معدنوس تقدروا تستعملوا حسب الكميه ثاني اللي عندكم. عندي صوص نيوك مام، هاي شفتوها صوص نيوك مام، صوص زوينه راه حتى هي كنتقدم عند السعديه، كناخذ هذه انايا الكبيره، ما غنبقاش كل مره ناخذ يعني قريعات صغارين. وعندي كذلك هنايا غتشوفوا معايا فلفل احمر، كنقولوا بساط اللي فيهم الحوت اولا بمذاق الحوت راه كنستعملوا فيهم الفلفل الاحمر. هنا عندي هذاك الفطر معلب، ماشي ضروره ديروا طري، ديروا غير معلب مزيان. وهنا عندي الملح الصيني، هذا حتى هو راه كيتباع يعني موجود عند الناس اللي كيبيعوا لوازم ديال الحلويات، وما غاليش بزاف، كيعطينا واحد المذاق زوين ديال الحوت. يعني هذا الشيء كنقول لكم الا غديروا هاد الشرموله هادي راه ضروري ديروا هاد المكونات كامله. وعندي هنايا صلصه الصوجا ثقيله، وعندي العطريه ديال السمك، دائما العطريه ديال السمك اختاروا النوعيه اللي مزيانه. بالنسبه كما قلت لكم هاد المكونات ضروري خاصها تكون عندنا كامله عاد باش نخدموا هاد البسيطلات اللي كيكونوا ميكست. هنا عندي الواكامي، ها نتوما كتشوفوا هو الواكامي عباره عن طحالب البحر، هو اللي كيخرج لينا داك النكهه ديال الحوت، يعني حتى هو راه ما غاليش، رخيص، هذيك يعني كتشدوه كترقدوه في الماء من بعد ان شاء الله ونتكلم لكم عليه.
وبالنسبه للملح ما تكثروش منه بزاف، لان عندنا الهريسه مالحه، عندنا صوص نيوكمان مالحه، صوص الصوجا مالحه، وهنايا عندي الزيت، الزيت نباتيه ولا زيت الزيتون اللي بغيتو راه غنستعملو كذلك على حسب القياس اللي عندنا. تما كما شفتوا رانا مستعمله جوج ديال الدجاجات مع 200 غرام ديال الكروفيت. انا غنهضر لكم على القياسات ان شاء الله. كنديروا بالنسبه هنايا للمكونات او للتوابل، راه ما نقدرش نعطيكم القياس، يعني كل واحد يدير القياس على حسب كما قلت لكم الدجاج اللي عندكم. هنا من بعد ما خلطنا دوك التوابل اللي عندنا كاملين الا الملحه، الملحه رانا ما درتهاش، خليوها حتى الاخير عاد ديروها، حتى تذوقوا في الاخير كاع، لان اصلا الحامض مصير مالح. هنايا غادي ندوزو ولي صوص كذلك تا هما عندنا مالحين. ها نتوما داك الدجاج من بعد ما فتتناه شوفوا كيفاش كيجي، كيجي بحال هكاك، يعني كتحيد منه داك النسمه ولا داك الزفوري كما تنقولوا حنا ديال الدجاج. هنا عندنا 200 غرام حتى 300 غرام ديال القمرون الكروفيت منقي على هذا الشكل هذا. وعندنا هنايا داك الواكامي، الواكامي غير واحد شويه كنرقدوه في الماء كيتنفخ، كنغسلوه مزيان وكنقطعوه، ضروري نقطعوه قطع صغيره بحال الشكل ديال باغي نقطعوا الربيع، يعني الكزبره وبقدونس، لان كاينين الناس من المشرق كيتبعوني تحيه لهم. وهنايا عندي داك العلبه ديال الفطر، ها هي كتشوفوها، غتشوفوا معايا الطريقه اللي زوينه بزاف سهله، غادي نديروا كل شيء دفعه واحده. وبالنسبه لهذا الفيرميسير حنا استعملنا القياس تقريبا 250 غرام ديال الفيرميسير. خديت هنايا الطنجره ودرت فيها التوابل اللي خلطت في الاول، غادي نديروا القمرون من موراه الدجاج. هنايا القمرون ما شحرته ولا بوحدو لا حتى شي حاجه، غنخليه يتشحر ليا مع الدجاج باش الدجاج يتنسم ليا بريحه الكروفيت، وباش كلشي العناصر تنسجم مع بعضياتها، ما غنشحر لا شومبينيو او لا الفطر لا حتى حاجه، كلشي هكا غادي يتشحر مجموع اونصومبل. وبالنسبه للفيرميسير راه تقدروا تستعملوا حتى 300 حتى ل 400 غرام الفيرميسير، راها كميه مزيانه غتجيكم الكميه هي هذيك. انا هنا استعملت 250 غرام وجاتني قليله وزدت واحد 100 غرام صافي. من بعد هانتوما كتشوفوا الفيرميسير بطبيعه الحال كتكونوا مرقدينها، الا كنتو مستعملين ديال الرز كترقدوها في الماء سخون كتخليوها تغلى واحد 5 دقائق. كنتو مستعملين الفيرميسيل الصينيه الشعريه الصينيه العاديه راه كترقدوها غير في الماء بارد، ما ديروهاش في الماء سخون لانها غتعجل لكم، كديروها في الماء بارد وتخليوها تبدا هي الاولى وتخليوها تطلق، كتقطعوها بالمقص ومنين كديروها تزيدوها ديروها تشحر راها صافي اوتوماتيكمون كطيب. الا درتوها في الماء سخون او المغليان وعاودتو زدتو صبيتوها على المكونات ديالكم راه غتعجل لكم. هذه هي الطريقه اللي كنستعمل انايا، نتمنى تكون الفكره وصلت لكم. هنا رانا كنزيد شويه ديال لي صوص، الا بانت لي شي حاجه ناقصه كندوق الملحه، غادي نخلط كل شيء من بعد ما غادي تشحر ما غنفوتليش 10 دقائق. الدجاج راه عندنا طايب، الكروفيت ما خصوش يتشحر بزاف لانه خصو يبقى محافظ لينا على المذاق ديالو، وشوفوا الحجم ديالو كيبقى محافظ حتى على الحجم ديالو. فهاد الطريقه زوينه بزاف، كنتمنى انكم تجربوا هاد البسيطلات ميكست بالطريقه ديالي، راه غادي يعجبوكم ان شاء الله. هاد الحشوه غادي نستفوها في الطاوه، شفتوا كما تشوفوا هنا الفيرميسيل قليله بزاف، داكشي باش انني اضطريت نزيد باش ما عاوتاني ما يكونش داك سميتو الحشوه تكون غالبه على الفيرميسيل، لا خاص الفيرميسيل تكون كاينه ولكن بكميه قليله والحشوه تكون مقاده، المهم يكون داكشي مقاد صافي. غادي نستفوه هنايا في الطاوه، غنخليوه حتى يبرد لينا وندوزو ان شاء الله باش نعمروه. وقبل ما يبرد غادي ندوقو، كانت الملحه هو هذاك تبارك الله، كانت الملحه ناقصه راه غنزيدو شويه حبيبات الملحه. هذا ما كاين دابا كتشوفوا استفنا داك الحشوه ديالنا هنايا في الطاوه، غادي ندوزو نعمروها. بالنسبه للسيركل اختاروا الاطار ما بين 6 7 سنتيم القياس اللي بغيتو نتوما ما كاين مشكل. وبالنسبه للورقه ديال البسطيله غادي ناخذوا البيض، غادي ناخذوا غنسدوهم بالبيض. وبالنسبه لورقه البسطيله غادي نستعملوا غنقطعوها على 4، كتقولوا لي ورينا تقطع، ها نتوما تقطع راه ساهل. والورقه ديال البخار انا ما كندهنهاش بالزيت لان ديجا هي كتكون مدهونه كتكون رقيقه، الا بغيتو منين تبغيو ديروها طيب ليكم دهنوها بشويه ديال الزيت. هذا السؤال كتسولوني عليه بزاف، كتقولوا لي منين كتاخذي ورقه البخار، راه كناخذها من عند واحد السيد في السونتر، ولكن راه للامانه انا مشيت عند السيد وقلت ليه راه المتتبعات ديالي راه باغيني نصور معاك فيديو باش نوريهم انت فين كاين، قال لي غير يسمحوا لي انا راه كنخدم غير مع الناس صحاب المخبازات، لانه دابا انا كناخذ من عنده
واحد 40 كيلو في السيمانه حتى ل 50 كيلو. فهو ما كيخدمش مع الناس ديال كيلو ونص كيلو، يعني كيخدم بحال هكا شاد خدامي مع مخبازات ومع لي تريتور، كيخدم لهم كونتيتي كبيره، يعني كيضرب لهم كونتيتي كبيره، يعني بحال تقولوا كيخدم بالجمله. فهو الناس ديال كيلو ديال نص كيلو ما كيبقاليش الوقت باش يخدم. هذا غنقلب لكم ان شاء الله على واحد اخر كيصايب ورقه البخار قريب ان شاء الله، راه عيط لي قال لي راه قريب نبدا الخدمه وغادي نوريه لكم فين كاين ان شاء الله ونصور لكم. انا ما عندي، انا كنبغيكم حتى نتوما تنفعوا، رانا راكم عارفيني راه كنوريكم كاع المحلات اللي كنتقدم لهم وكل شيء. صافي انا كما كتشوفوا معايا غادي نكمل التعمار اللي عندي. حاولوا ملي تكونوا كتعمروا هكا البساط الصغار حاولوا ما تخليوش ليهم داك الجوانب ديالهم، ما يكونش داك الحواشي ديال الورقه ولا هذه خارجين، لا خاصها تكون كامله دائريه على هذا الشكل هذا. يعني كنشوف كيجيو بحال دابا مثلا كيجيو عندي البنات يخدموا معايا في الخدمه كيديروا هذا الغلط. حاولوا تجمعوا البسطيله ديالكم تجي كامله مجموعه وتجي دائريه كامله. المهم انا غادي نعمرهم كاملين. بالنسبه للطياب كما قلت لكم ورقه البخار بغيتوا تدهنوها شويه بالزيت دهنوها بشويه، كندهنوها غير بشويه الزيت وكندخلهم يطيبوا على 180 درجه. صافي هانتوما كتشوفوا الشكل ديالهم ان شاء الله من بعد ما غادي يطيبوا غتشوفوا الشكل ديالهم منين غادي نزيد. الناس ديال كازا غتكونوا نتوما اول وحدين غادي يذوقوا هاد البسيطلات ميكس، لانني اول مره غادي نديرهم ان شاء الله في المخبزه. هاد الحشوه هذه اول مره غادي نديرها، غادي تكون ان شاء الله دابا غنحاول ان شاء الله باذن الله عاد غادي نبداو نخدموها. يعني دابا راه ما متوفرش عندنا لاني ما عمري ما درتها اول مره كما قلت لكم، غادي نديرها لكم وتكونوا نتوما محظوظين الناس ديال كازا ان شاء الله منين غتجيو غتذوقوا هاد الحشوه اللي كتكون ميكس. مرحبا. وبالنسبه للشكل النهائي ديال هاد البسيطلات شوفوا كيفاش زوقتهم، زوقتهم بالحام ودرت لهم السوريمي، درت لهم ديك المهم درت لهم هكاك الحامض رونديلات بحال هكا على هذا الشكل هذا، درت لهم شويه الفخوماج شويه ديال المعدنوس، كيجيو رائعين هاد البسيطلات الا خدمتهم بهذه الطريقه اللي وريتكم عرفتوا جاو رائعين. البريوات ديال الدجاج ديالنا هادو باقي ما شاركتوش معكم، مره اخرى ان شاء الله نشاركهم معكم كيجيو مالحين حتى هما فنين. وهادو البسيطلات المهم هما هادو هانتوما كتشوفوا معايا، يا سلام درت لهم خضر مجففه، درت لهم المعدنوس. المهم نتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا بلايك، هادشي ان شاء الله غادي نجيبو معايا لسونتر بن عمر ان شاء الله غادي نجيب لكم معايا الشباكيه باش تذوقوا باذن الله. مرحبا بكم كاملين سونتر بن عمر ان شاء الله تعالى نهار الخميس الجمعه والسبت 25 26 27، يعني الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى. الثانيه اللي كتجي حتى هي رائعه وغادي نديرها حتى هي ان شاء الله غتكون موجوده عندي في المحل، بريوات بالدجاج بمذاق رائع. كناخذو هنايا الدجاج، دجاجه كامله قطعتها و يعني غسلتها بالحامض وكنضيف عليها واحد العلبه من الياغورت عادي طبيعي بدون سكر، يعني ياغورت مسوس. هذه الحشوه هذه فايته مشاركه معكم شحال هذه، ولكن راه كاينين ناس جداد اللي ما كيرجعوش يشوفوا الفيديوهات اللي قدام، ولكن هذه الحشوه لقات اقبال كبير واللي جربها كتعجبو غير جربوها وسهله ما غتستغناوش عليها. درت معها نص معلقه صغيره ديال الزعتر مطحون، ودرت معها نص معلقه صغيره ديال التوابل ديال الدجاج. اللي ما لقاش شوابل الدجاج يدير ضامه البنه ديال الدجاج، كل واحد على حسب القدره الشرائيه ديالو، شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. وغادي نستعمل كما تشوفوا معايا المطارد الخردل. مهم هنايا ما غنقدروش نستغناو على شي عنصر من هاد العناصر، لان هاد البريوات الدجاج كتشوفوا ما فيهمش يعني شي توابل اللي كثيره فيهم. هادشي هذا هو الحاجه الاساسيه في هاد الحشوه هادي. غادي نخلطوا هادشي مزيان وعلى الاقل نخليه هبه ليله كامله في الثلاجه، من الاحسن باش هاد الدجاج هذا كيشرب لينا هاد الدغميره هادي وكي يعني كيجي رائع. واللي نسيت ما ضفت ليش اللي ما وريتكمش هنا، غنضيف لي واحد المعلقه كبيره ديال العصير ديال الحامض. وغادي يعني كنتمنى هاد الحشوه هادي تجربوها راه كتجي رائعه بزاف. هنايا غادي ندوزو نشحرو من بعد ما طاب يعني من بعد ما بات لينا داك الدجاج مشرمل، غادي ندوزو هنايا ضفت عليه شويه ديال زيت الزيتون وغادي ندوزو نشحرو هكا فوق النار حتى كيطيب لينا داك الدجاج على نار اللي تكون متوسطه. صافي من بعد ما كيطيب لينا كنحيدوه كنحطوه على جنب، ونفس الطنجره اللي طيبنا فيها الدجاج كنحتفظوا بداك الزيت اللي فيها وكل شيء
كناخذوا البصله غير بصله وحده، كنضيفوها لهذاك في هذاك الاناء، وكنضيفوا هنايا السبانخ مغسولين مزيان، وكنشحروا هذا الشيء على نار تكون شويه متوسطه، النار شويه تكون عاليه، لان السبانخ باش ما يطلقوش لينا الماء بزاف، حيت هما راه هما كيطلقوا الماء. ولا حسينا باللي خاصنا نزيدوا شويه ديال زيت الزيتون، نضيفوا شويه ديال زيت الزيتون او لا زيت عاديه اللي بغيتوا. ها نتوما من بعد ما صافي هبطلات لينا ديك البصله ودوك لي زيبيناغ، انا ضفت هنايا الشعريه الصينيه، وغادي نضيف شويه ديال التوابل ديال الدجاج ولا ضامه البنه ديال الدجاج، وغادي نضيف شويه ديال الفلفل الاسود وشويه الملحه الا كان خصتني الملحه. الا غتضيفوا ضامه البنه ما تضيفوش الملحه لانها كتكون مالحه، يعني ردوا البال دائما المملحه ديالكم. الناس كيتشكاو صراحه من الملحه، الناس اللي كيبغيو يشريو فكيبغيو يشريو كيقول لك حنا كنلقاو كلشي مالح، فحاولوا انكم تكون الملحه او الناس اللي غيخدموا معكم توصيهم ان الملحه تكون دائما يعني متوازنه، تكون داك الحشوه هي هذيك، ما تكونش الملحه غالبه لينا على التوابل، فاش ما كندقوا حنا شي حاجه كنلقاوها كلها عامره ملحه، الملحه كتغطي لينا على المذاق ديال الحشوه ديالنا. فردوا البال، غادي نبداو نحركوا شويه غير داك الفيرميسيل ديالنا تشحر لينا واحد شويه صافي، ومن بعد كنشوفوا كان داك الدجاج ديالنا صافي راه من بعد ما كيبرد كان يعني كنفتوه بحال هكا، وكناخذوا هاد الفيرميسيل هادي اولا ديك الشعريه والسبانخ والبصله، كنضيفوا عليهم شويه ديال الجبن هنايا يكون محكوك كيعطي واحد المذاق رائع. اي نوع الجبن يكون عندكم ضيفوه، تقدروا تضيفوا هذا الجبن هذا المحكوك، يعني جبن ديال الاضام، جبن الموزاريلا، تقدروا تضيفوا الجبن المربعات، ماشي ضروري تضيفوا هذا الجبن هذا اللي كان عندكم، تقدروا تضيفوا حتى الجبن ديال الجبلي كيعطي حتى هو مذاق رائع. اي جبن كان عندكم تقدروا تضيفوه. غادي نحركوا هذا الشيء مزيان، وغادي نضيفوه على داك الدجاج ديالنا، وغادي ندوزوا باش نعمروا هذه البريوات ديالنا. نسيت واحد الحاجه ما قلتهاش لكم قبل ما غادي نعمروهم، غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخردل باش تعطينا واحد المذاق زوين. شوفوا لهاد الحشوه ديالنا كتجينا معسله وكتجي رائعه. كناخذوا الورقه البسطيله، انا هنايا كنقطعها على اربعه، هاد البريوات هادو بغيتهم يجيوني متوسطين، ما غيجيونيش كبار وما غاديش يجيوني صغار، نقطعوها على اربعه وما كندهنوهاش حتى هي صافي، وكنعمروا البريوات ديالنا. اللي نوصيكم واللي كنقول لكم دائما البنات اللي مبتدئات اللي اول مره غادي يخدموا لي كوموند ديالهم في دارهم، ولا اللي بغاو يصايبوا غير هكا لديورهم ولا هذا، حاولوا انكم الا بغيتوا البريوات يجيوكم محتفظين الحجم ديالهم كيف ما بغاوهم الكليان ولا كيف ما بغيتوهم نتوما، عمروا ليهم الجناب. ها نتوما كتحاولوا تعمروا وكتدفعوا لداخل باش كيجيوكم داك البريوات ديالكم يعني عامرين، حيت بعض المرات راه كما قلت لكم كتعمروهم وكتعطيهم الكليان وكيجيو غير كيطيبوا كيصغاروا، يعني ردوا البال هذه المساله هذه، عمروهم مزيان وعاوتاني ماشي بزاف ثاني حتى الورقه ديالتكم يعني تشققوا لهذا، لا مهم القياس، وحاولوا انكم الجوانب ديالكم حتى هما يكونوا عامرين. انا غادي نكمل العماره ديال هاد البريوات اللي عندي كاملين. من بعد ما كنكملوا البريوات ديالنا بغيت نوريكم هاد شابلور جديده، هذه عاد خديتها من عند السعديه، شابلور بالاعشاب زوينه فيها الوان حتى هما زوينين، الا بغيتوا تجربوها هذه راه دايره هذه 900 غرام هنايا، حتى هاد البريوات هادو غادي ندوزهم في البيض وندوزهم حتى في هاد الشابلور هذه باش نجربها نشوف حتى هي المذاق ديالها كيفاش دايره. وهاد البريوات اللي كدوزهم في البيض والشابلور هادو راه كتحتفظوا بهم في المجمد بحال هكا، يعني كتستفوهم ماشي بحال هكا، كتستفو وحده حدا وحده ماشي وحده على وحده باش ما يتلاصقوش لكم، الوقت اللي كتبغيوهم راه كتجبدوهم من المجمد للفرن مباشره. ودابا غادي ندوزو لهاد البسيطلات المربعين بالدجاج، شاركتو معكم مؤخرا في القناه ولكن ماشي كلشي كنشاف في الفيديو، كما قلت لكم ماشي كلشي كنشاف في الفيديو، وزايدون كاينين مشتركات تبارك الله ومشتركين جداد مرحبا بكم كاملين. هاد البسيطلات ما تفلتوهمش حتى هما بالدجاج بواحد المذاق اللي روعه، الا جربتوهم راه غيعجبوكم بزاف. ندوزو دابا للطريقه ديال التحضير، ناخذ الطنجره ديالنا ولا الاناء ديالنا غنديروا فيه شويه ديال الزبده وغادي نديروا فيه شويه ديال الزيت، بلا ما عاد نبقى نعطيكم مكونات ونعطيكم الطريقه، من الطريقه غادي تشوفوا معايا المكونات، شويه الزبده شويه الزيت. غادي ناخذ الفطر الماكول طري، ناخذ انا خديته طري، الا بغيتوا تاخذوه معلب خذوه معلب اللي بغيتوا، انا خديته انا طري ودرنا معاه بصله وحده مشلضه حتى هي مقطعه قطع صغيره، غادي نشحروا مع بعضياتهم مع شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش فكره كيفاش كيتنقى الفطر، الفطر راه ما عمرك ما كيتغسل، الفطر طري كتحيد ليه ديك القشره الفوقانيه راه ديجا حيدناها ليها وكتقطع، هو ما كيتغسلش الا مشى حتى تغسل كيخسر،
ما كتغسلش تماما، صافي كنحيدو لي غير ديك القشره ونقطعوه. وغادي نستعملو حتى الفطر الاسود مجفف، داك شامبينيون نوار سيش، غادي نرقدوه في الماء مزيان ونغسلوه، خصو تيترقد حتى يتنفخ لينا مزيان، نغسلو المره الاولى والثانيه والثالثه حيت كيكون عامر بالرمله. وكنجيبوه هنايا كنقطعوه، غنقطعوه حتى هو قطع صغيره، وغادي نرجعوه نديروه مباشره في الطنجره يتشحر لينا مع هذيك البصله ومع الفطر ديالنا، يتشحروا مزيان حيت خصهم يطيحوا لينا، ما خص الفطر ديالنا يبقى قاصح. من بعد ما غادي تشوفوا انا كملته هنايا، غادي نضيفوه، غادي نخليهم يتشحروا، غادي ندوزو باش نغسلو لي زيبينا، غنديرو حتى السبانخ. بالنسبه للسبانخ كنشدوهم كنغسلوهم حتى هما، نقطعوهم قطع ونحيدو لهم داك البلاصه البيضاء وكنديروهم. ودرنا صوص الصوجا، هانتوما شفتو عرفتو هاد البسيطلات رائعين، راه بغيتكم تجربوهم، راه عرفتو راه اللي كيدوقهم راه ما كيعرفهمش باش مصايبين. هانتوما شفتوني ضفت لاصوص الصوجا، من بعد ضفت قطع ديال الدجاج. انا بالنسبه ليا الدجاج اش درت ليه؟ سلقته في الماء وقطعته عاد درته. ممكن تضيفوا الدجاج مقطع نيشان، كتجيبوا غير الدجاج ديالكم تغسلوه بالملح وبالحامض وتقطعوه وتضيفوا قطع، ماشي بالضروره تسلقوه كما درت لي انايا، اللي بغيتو. هانتوما ضفنا داك السبانخ، وضفنا هنايا الشعريه ديك ديال الروز. الناس اللي كيتقداو من عندي والكليان ديالي عارفيني انا المملحات ديالي كلهم ما كنكثرش فيهم الفيرميسيل نهائيا، كتكون الفيرميسيل بكميه ناقصه وكيكون الحشوه دائما عامره. راه هذا هو الصالي اللي خدام عليه انا، راه ماشي الصالي العادي، ماشي الصالي ديال السوق، الصالي فغي في ميزون. هنايا كتشوفوا معايا غادي نستعمل هذا الفرماج المدخن، كيتباع في المتاجر الكبرى اولا في الناس في البلايص فين كيبيعوا الفرماج. هذا راه غير 15 درهم هنايا، راه ماشي غالي زعما خديت شي كونتيتي كبيره، غير 15 درهم. الا ما كانش عندكم هذا الفرماج فيمي تقدروا تضيفوا لادانت فيمي، ولكن هذا الفرماج راه لا علاقه له في المذاق بلادانت فيمي، لادانت فيمي المذاق ديالو مجهد نكهه مصنعه، هذا لا، هذا الفرماج مستعملين الطريقه الصحيحه ديال يعني الفيمي، التكنيك الصحيحه اللي كيكون داك الفيمي خفيف ما كيكونش مجهد. انا بعد هذا الفرماج فيمي كيحمقني رائع واعر، زعما كما قلت لكم راه غير 15 درهم، زعما اللي حداه المتاجر الكبرى التجاريه غير يشريه، راه واعر وكيدار حتى في المجمد. المهم كنبقاو نحركو حتى كتعلك لينا داك الحشوه تماما. وفي الاخير كنضيفو هنايا القرقاع، القرقاع كتضيفو كميه اللي بغيتو غير واحد 50 غرام، وتخيلوا معايا دابا هاد الحشوه كيفاش غادي تجي هكا بداك الفرماج فيمي وبداك القرقاع. وعرفتوا راه ما كيبانش باش مصايبه، راه ما معروف، راه في المذاق راه كتلف. كما قلت لكم راه بارطاجيت معاكم الوصفات ديالي، يعني داكشي اللي كنبتكر انايا كنحطو لكم كيف ما هو. وهنايا غادي ناخد هاد السيركل المربع باش هكا غادي نخدمو هاد البسيطلات المربعين ديالنا. من بعد ما كتبرد لينا الحشوه تماما، انا كنحاول نعطيكم دائما البديل، الا ما عندكمش فرماج فيمي ديروا لدانت فيمي راه موجود. صافي هنايا كناخذ الورقه ديالتنا، كتشوفوا كنقطعوا على جوج وكنقطعوا على اربعه، واللي مثلا ما غيضيفش داك الفخوماج فيمي يضيف حتى العطريه فيمي، حنا بغينا نبقاو في داك المذاق فيمي ولكن يكون مذاق خفيف. صافي من بعد هنايا ما غادي نقطعوا هاد المربعات ديال البسطيله عاديه بحال هكا، حيت انا كيقولوا لي البنات بقيت بارطاجي معنا حتى تقطع. كناخذوا واحد يعني الورقه البسطيله ديالنا كنديروها في داك المربع، وكنديروا الحشوه وكنحكوا الفرماج، الفرماج ديال البيتزا، الفرماج الاحمر جبن ديال الاضاءه، وكنديروا واحد الطبقه ديال الفرماج من الفوق، وكنحاولوا نطويو هاد البسطيله ديالنا وحنا كنلصقوا بالبيض على هاد الشكل هذا، راه ساهله. الا ما عندكمش هاد الاطار المربع راه تقدروا ديروه بحال اللي كتصايبوا المسمنات، غير هاد الاطار المربع كيحكمها شويه، اللي ما عندوش ماشي بالضروره، يعني راه كل شيء سهل، ماشي بالضروره نعقدوا الامور، لا خصو حتى يكون عندنا عاد نصايبوا، يعني ديبانيو راسكم. صافي كان يعني هنايا كنحاولوا نقصوا من الوسط الورقه، ما تجيش الورقه كثيره، واخا انا راه كنخدم بالورقات البخار كما قلت لكم كتبقى هي الطوب ديال الطوب. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها، هو كيجي مربع، وكنعاودوا نحطوه هكا في ورقه واحده اخرى، كندهنوا بالبيض وكنحاولوا نجمعوا بحال هكا، يعني الطريقه راه سهله،
بلا ما نعاودها معاكم، غير ركزوا مزيان صافي. كنجمعوا على هذه الطريقه هذه صافي. حنا غادي نبقاو ان شاء الله حتى نكمل هذوك البسيطلات اللي عندي. تقريبا هذه الحشوه اللي عطيتكم راه الدجاج استعملوا غير القياس، راه ما استعملتش انا زعما شي حاجه. تقريبا يمكن استعملت هكاك شي كيلو ديال الدجاج، ما كاملش كيلو الا ربع، 750 غرام ديال الدجاج اللي استعملت هنايا. يعني القياس كيبقى على حسب الذوق ديالكم، راه تقدروا ما ديروش الدجاج بزاف، ديروا غير شويه. راه غير بهذيك الحشوه راه كيجي رائع. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي، وداك الطبقات الفرماج كتجي، وداك الفروماج فيومي ما كيجيش باين بزاف، راه زعما مذاق لا يعلى عليه. هنايا كتشدوا، كنشوفوا ديك الشوائب، ديك الورقه اللي كتشيط لينا كنقطعوها هكا بالمقص باش نديروا واحد الزواق اللي غيجي لينا فوق هاد البسيطلات. هاد الزواق باش غادي نثبتوه، غادي ناخذوا البيض غنديروه فوق من هاد هاد الورقه اللي قطعنا، غادي نخلطوه مزيان وغنديروا ليه حتى شويه ديال الزبده بحال هكا، شويه ديال الزبده وغادي نخلطوا. وغادي ناخذوا داك البسيطلات غادي ندهنوهم بشويه ديال الليدام، حتى هو شويه غير شويه، حيت هنايا علاش كندير الليدام؟ حيت غادي ندهنوا بالبيض ضروري. اما الورقات البخار عاده راه ما كندهنهاش انا بزاف، الورقات العافيه هي اللي ضروري خصها تدهن بالزبده والزيت، ولكن ورقات البخار بلا ما تحتاجوا تدهنوها. ولكن حيت حنا هنا غنديروا البيض راه حنا غندهنوها بشويه الزبده، عاد غادي ندهنوها بالبيض باش ما تقصحش لينا الورقه. ومن بعد غادي ناخذوا داك الزواق اللي صايبنا بالورقه ديال البسطيله، كنحاولوا هنايا نثبتوه الفوق بحال هكا. ها هو واتساب ديالي البنات، اللي بغى لي كوموند يصيفط ليا، راه غير واتساب اللي حاليا خدام فيه. انا غادي نقاد فيه ان شاء الله النمره باش تقاد ليا فيه النمره مزيان ان شاء الله. دابا غير واتساب، صيفطوا ليا واتساب ديروا زائد 212 ولا دوبل زيرو 212، عاد ركبوا هذه النمره هذه باش يدخل لكم واتساب وصافي. وصيفطوا ليا اي كوموند، ولا بغيتوا تعرفوا اللوكاليزاسيون ديال المخبز راه حنا كاينين في حي الوفاق في تماره. المهم انا غادي نكمل هاد البسيطلات، غندخلهم يطيبوا على 180 درجه صافي. راه كيطيبوا من التحت وكيتحمروا من الفوق عادي. وهذا هو الشكل ديالهم، كيجي رائع. كدرت فيهم وريقات ديال الذهب تما، ودرت فيهم داك هذاك التزيين داك الورد، حتى هو راه كيتباع، كيجي بداك المذاق ديال الكركاع وفخوماج فيمي. جربوهم غادي يعجبوكم بزاف. دابا ندوزو اقتراح الثالث، هاد البريوات حتى هما بلا شاب، هادو حتى هما طيبين في الفران، هادو حتى هما تقريبا ما كيتشابوش بزاف مع تيتشابو شويه ولكن ماشي بزاف. هادو بلا صوص بلونش وبالفخوماج ان شاء الله. خليكم معايا الطريقه ديال معايا. غادي نديروا واحد الطنجره غنديروا فيها الماء، غنديروا فيها بصله غنقطعوها، غنديروا فيها معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال البزار. هنا عندي دجاجه، دجاجه فيها 2 كيلو 300، معلقه صغيره بزار، معلقه صغيره السكنجبير، شويه الملح، حامضه مقطعه دوائر، ازير، تقدروا ديروا الزعتر. انا درت ازير ودرت الزعتر، درت الحامض ودرت كما قلت لكم. غتشوفوا معايا غادي نضيفوا الدجاج كيكون محيد ليه جلده ومغسول مزيان بطبيعه الحال. غادي نديرو في هاد الماء هذا، غادي تسلق لينا هاد الدجاج. هذا بالنسبه للدجاج نخليوه يتسلق، ولكن ما نخليوش يطيب بزاف باش ما يهرش علي، باش ما يهرش لينا. هاتوما الدجاج من بعد ما غادي يتسلق لينا غادي نحيدوه وغادي نديروه يتصفى لينا مزيان حتى يبرد، عاد غادي ندوزو نفرتوه. يعني نفرتوه عادي بحال اللي كنصايبو الدجاج ديال البسطيله حلوه بحال هكاك، يعني كنحيدو ليه العظام وكنخليوه هكاك القطع ديال الدجاج وصافي. وهانتوما غتشوفوا معايا هذاك المرق اللي كيشيط لينا من الدجاج. هانتوما شوفوا المرق اللي طاب لينا فيه الدجاج هو هذا. هذه كتبقى اختياريه، مهم انا كنديرها كنشدو وكنعاود يعني نغليه. قبل ما نغليه كنضيف ليه غير واحد المعلقه صغيره ديال الدقيق الابيض وكنغليه مزيان. هانتوما شوفوا كيولي بحال الشكل ديال الكريمه ثقيله. هذا كيجي بنين بزاف باش اننا كنبننوا به هاد البريوات ديال الدجاج. مهم كما قلت لكم هادو راه حيل، هادو حيل ديال البنه. ملي كنمشيو عند شي واحد وكنلقاو البريوات ديالهم مختلفين مثلا على ديال الاخر، يعني كيكونوا هكا حيل وكيكونوا اسرار. ها هما كنحطهم بين يديكم. هاد المريقه هادي كتغمر مزيان على هاد الشكل هادي كما قلت لكم، يعني كتجي رائعه وكتبن لينا الدجاج. مهم هنايا غادي ندوزو باش نصايبو البصله عفوا. هنا كناخذو شويه ديال الزيت كنديروه في المقله. ديروا بصله كبيره تكون مشلضه، اولا ديروا جوج بصلات متوسطين. انا هنا خدمت جوج بصلات متوسطين، شلضناهم كما تشوفوا مزيان، يعني درناهم في الهاشوار باش يخرجوا لنا هكا رقاق. وغادي نزيدوا معاهم شومبينيون، انا استعملت شومبينيون معلب بطبيعه الحال، ما نقدرش نستعمل هنا الشومبينيون طري لان هاد البريوات غيتقاموا غاليين عليا، وانا غادي نبيعهم ثاني على الكليان يتقاموا على الكليان غاليين. مهم كما قلت لكم هنا استعملت علبه ديال الشامبينيون اللي مرقد، الشامبينيون هكا ديال العلبه قطرته مزيان من داك الماء
هنا غادي نشحرو مزيان مع هاد البصله على نار تكون متوسطه. هنا شنو عندنا الغرض؟ عندنا الغرض هذاك الشامبينيون يبقى يعني هذا يتقلف هاد الزيت هذا حتى يتحمر، وهذيك البصله حتى هي خاصها تاخذ لينا واحد اللون اللي كيعطي لينا واحد المذاق. شوفوا البصله من بعد ما هبطت بحال الشكل ديال يعني هي دبلات لينا البصله، هبطات ولا اللون ديالها بني. هادشي اللي بغيت نقصد. نشوفوا داك حتى داك الشامبينيون يعني كيجي المذاق ديالهم رائع. فهانتوما من بعد ما يعني تشحرنا داك الشامبينيون مع البصله هذا هو الشكل ديالهم والمنظر ديالهم. الدجاج كذلك من بعد ما فتسناه وفيريفيناه من العظام مزيان كيكون هذا هو المنظر ديالو. يعني كما قلت لكم ما تفتوش يعني ما تخليوش يطيب بزاف باش ما يهرش لكم. هنا غادي ندوزو نفس المقله اللي شحرنا فيها البصله والشامبينيون، درت فيها علبه من القشده خاصه بالطهي يعني كتكون مسوسه ما كتكونش حلوه، علبه فئه 250 مللتر. صافي هنايا غادي نديرها فوق هاد هذه في المقلات ديالنا، خاصها تغلي واحد شويه وتشرب لينا ديك البصله ديك الشامبينيون دوك التوابل. هنا ما غنضيفوش الملح، غنضيفو شويه ديال البزار، ولكن الملح ما نضيفوهاش دابا، خلي حتى نذوقو في الاخير. الملح كيبقى حاله سهل لاننا مازال غنضيفو الفرماج. كنجيبو داك الصلصه ديالنا ديال الدجاج، ها هي غنضيفها كامله وغادي نحرك مزيان هاد الصلصه هادي. هادي هي اللي غادي نعلكو بها هذاك الدجاج كما قلت لكم. وهاد الصلصه ما تنساوش ثاني لان كنكونوا دايرين فيها الملحه فكتكون حتى هي مالحه، فذوقوا دائما الملحه خليوها حتى الاخير. كنديروا غير شويه وكنرصاو باش ما نملحوش داكشي. المهم هنايا غادي نحركو مزيان هاد الصلصه، صافي غير غادي تعقد لينا، غادي نحطوها على جنب تبرد لينا باش غادي نضيفوها على داك الدجاج. وبالنسبه هذا الفرماج اللي غادي نستعملو، غنستعملو الفرماج ديال الموتزاريلا ونستعملو الفرماج الايدام، يعني داك الفرماج الاحمر اللي تنقولو حنا تنستعملو بيتزا، هذاك تيكون مالح. داكشي باش قلت لكم ردوا البال من الملحه. وداكشي باش هنايا غنستعملو شنقول لكم واحد 150 غرام حتى 200 غرام ديال الفرماج الايدام، وغنستعملو 300 غرام ديال الفرماج الموتزاريلا، حيت عندنا هنا دجاجه وهذا هاد البريوات هادو كيبغيو يكونوا معلكين ملي كناكلوهم من الداخل، كنشوفو ديك التعليكه ديالهم وكيكونوا ما ناشفينش، كيكونوا فاسقين يعني تعليكه الفرماج. هنا علاش ما بغيتش نكثر الفرماج الاحمر بزاف؟ لانه مالح، ما نكثرش بزاف باش ما نخرش على الخليط ديالي. انا قلت لكم القياس اللي عطيتكم هو هذا اللي تخدموا به، الا بغيتوا بطبيعه الحال تخدموا بداك القياس اللي كندير انايا، وكيبقى لكم الاختيار. هنا غادي ناخذ جبن ابيض، جبن ابيض ان شاء الله غنوريه لكم، غنوري لكم العلبه ديالو في الفيديو اللي جاي فاش غنشارك معكم السيكر ديال الفرماج. غندير واحد جوج معالق كبار حتى لثلاثه، حتى هو كيعطي مذاق رائع. وشوفوا لي بعدا غير الحشوه كيفاش دايره، يعني كتشهي كتشهي صراحه، جو واعرين بزاف. حيت حنا اصلا يعني كنديرهم دائما هذا كان هي الكليانه فاش جات عندي عطاتني انا الاختيار شنو نختار شنو نعطيها في المملحات، فانا اقترحت عليها هاد البريوات هادو اللي كيجيو كما قلت لكم هائلين، كيجيو كيحمقوا في المذاق. هادشي اللي غنقول لكم، شفتوا باللي راه ضفنا، ضفنا حتى ديك الكريمه اللي كانت عندنا اللي صايبنا الكريمه، يعني القشده الطاريه مع ديك المرق ديال الصلصه او ديال الدجاج راه ضفناها حتى هي. يعني صافي هنا ضفنا كلشي، الفرماج كلشي كنقادوه هنا في هذه المرحله هذه كنذوقوا. ملي كنذوقوا بان لينا الملحه ناقصه كنزيدوا شويه الملحه، نزيدوا شويه ديال الفلفل الاسود، هذا هو التوابل اللي كيكونوا في هاد البريوات هادو. صافي هنايا حاجه اللي غادي نضيفو هنا غير واحد شويه ماشي بزاف، يعني غير شويه ديال الشعريه الصينيه، يعني تقريبا ما كاملاش واحد 20 غرام 30 غرام، يعني داك العلبه الصغيره النص ديالها. علاش؟ غير باش نتفاداوهم ما يطرطقوش لينا فقط. اما هنا راه بحال ما فيهمش الفيرميسيل نهائيا، غير باش هذيك الفيرميسيل تمتص لينا ديك الكميه ديال الماء اللي كتكون زايده فقط. هادشي علاش ضفناهم، حيت هما خصهم يبانوا كلهم دجاج. وهاد لا شابليغ هادي كتعطي واحد المنظر رائع، ها هي كتجي زوينه. كندوزو البريوه ديالنا في الزي في عفوا في البيض، كنطربو البيض ندوزو فيه البريوه وندوزوها في لاشابلير. هادو كتشوفوهم معانا من بعد ما دخلناهم الفران كنزينوهم على هاد الشكل هذا. هادو درنا ليهم ديك لاشابلير اللي وريتكم، هاد لاشابلير هادي حتى هي ازياتيك كتجي زوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله يا ربي هاد الاقتراحات اللي عطيتكم ينالوا الاعجاب ديالكم.
ونتمنى ان شاء الله تطبقوهم وتجربوهم وتخدموا بهم الكليان ديالكم، تخدموا بهم الديور ديالكم. بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا المحل ديالنا، حنا كاينين كما قلت لكم في حي الوفاق في مدينه تماره، كنديروا جميع انواع المملحات، بساط الصغار بساط الكبار، وكنديروا حتى الحلويات. غنديروا سلو دابا مع رمضان، بريوات شباكيه، مرحبا بكم كاملين. واتساب ديال الطلبيات غنخليه لكم، بغيتوا تعرفوا لوكاليزاسيون مرحبا. الناس ديال كازا المحمديه ما تنساونيش من المعرض ان شاء الله لو 25 26 27 يعني نهار الخميس والجمعه والسبت. مرحبا بكم كاملين، نتلاقاو في فيديو جديد باقتراحات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.